Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ahlan wa sahlan, katmana tkunu bikhir wa ala khair. وانتم كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم مرحبا بكم. نهار جديد وصفه جديده اللي غادي نقدم لكم فيها صابلي، عجينه واحده من الصابلي خرجت منها هاد الحلويات اللي كتشوفوا قدامكم بالمساعده ديال الاطفال ديالي. غادي يبان لكم كل شيء في الفيديو، منها حلوه ديال ذكرى مولد نبوي ومنها اون اكتيفيتي بور لي بيتي. جيسبر كو سا فو بلي، ريست افيك مو، اون فا باسي توت سويت اوز انغريديون. الوغ المقادير ديال هاد الصابلي، هذا صابلي عادي جو فيغ بوزان لا فارين، عندي هنايا الدقيق على حساب الخليط، ما يقدرش نقول لكم شحال تقريبا ديال الدقيق، ومي انا دخل ليا كيلو ديال الدقيق، درت كميه كبيره. عندي 200 غرام ديال البودر ديال النوازيت، فو بوفي ايغالمون ايتوليزي بودر داموند، يا با دو سوسي، 200 غرام دو بودر دو نوازيت، 75 سنتيلتر دو هويل فيجيتال، 75 سنتيلتر ديال زيت المائده، 3 اوف، 3 ديال البيضات، اي لا جي 100 غرام دو سكر، عندي 100 غرام ديال السكر، دو ساشي دو ليفور دو سكر فاني، جوج خنيشات ديال الفاني، و ان ساشي دو ليفور شيميك، اون بانسي دو سيل. لا جي 150 غرام دو بور، عندي 150 غرام ديال الزبده ديال الحلويات. فوالا، نخليكم دابا مع التحضير ديال هاد العجين هادي. C'est bon, là j'ai formé la pâte. Là d'abord ça fait que j'ai maté avec l'agina. Je dois avoir une pâte qui se tient très très bien, facile à travailler en même temps. خصنا نحصل على واحد العجينه متجانسه وتكون سهله في الخدمه حتى هي. صافي غادي نقسمها على جوج. Je vais la diviser en deux. Je vais commencer à la étaler à l'aide d'un rouleau pâtissier. غادي نقرصها بواحد دلاك عادي وما خصهاش تكون رقيقه بزاف. علاش؟ حيت غادي ندير وحده وحده، لو كان كنت غادي نلصق جوج جوج غادي نديرها رقيقه، مي انا غادي ندير وحده وحده ما غاديش نرققها بزاف. سي بون، جو ايتالي، جو با ترو ان فيت étaler jusqu'à ce que j'obtienne une pâte très fine. Non, au contraire, il faut que j'obtienne une pâte moyenne, pas trop fine non plus, car je veux pas que ça sera des gâteaux très fines. Voilà, c'est bon, je continue comme ça. Après, je vais aller de l'emporte-pièce, je vais former les petits croissants. C'est comme des croissants. غادي نديرو على شكل هلاليات. Après, نتوما احرار ديرو شكل اللي بغيتو نتوما في هذه الحلوه، راه زعما عندكم. Voilà, c'est ça l'épaisseur que je dois obtenir. C'est bon. Après, je vais enfourner à 175 degrés pendant 10 minutes. غادي ندخلها للفران 175 درجة المدة ديال 10 ديال الدقائق. صافي، راه صابلي كتعرفوا دغيا كيوجد. في هذه الأثناء أنا غادي نستمر نكمل الباقي ديال العجينة ونتلاقاو باش نوجدوا الشكل الثاني. هذا هو الطرف الثاني ديال العجين. غادي نختار ليه شكل ديال القليب، حيتاش بنتي عزيز عليها القلوبه وديما مصدعاني ندير ليها غاتو ديال القلوبه، ايوا انا غندير لها خاطرها اليوم. لا سي لو دوزيام سورت دو غاتو، جو في جي شوازي ان امبورتو بياس فورم دو كور.
Voilà, c'est la même méthode. Je vais étaler après à l'aide de l'emporte-pièce. Je vais former les petits cœurs. Pareil, je vais en fournir à 175 degrés pendant 15 minutes. Et on se trouve tout de suite avec la finition. Vous avez vu, une seule pâte, je peux faire pas mal de sortes de gâteaux. Juste la finition qui joue le rôle. Et voilà. Un plateau de halwa. Rire, la finition. اللي عندنا شوكولاتة بيض شوكولاتة كحل اللوز اي حاجه عندنا في الدار نقدروا نديروا بها فينيسيون ونشكلوا في الكاتو ديالنا. Et voilà, après les 10 minutes de cuisson, les petits sablés sont prêts. Ils ont pris la couleur dorée. Hada huwa sablé dialna li hsna aleh. Men ba3d 10 daqiq dial tiyab. هو تحمر صافي ما تيبغيش يطيب بزاف صافي. دابا غادي نخليو غادي نجيب جبت انا واحد الشبيكه وشوكولاط بيض وعندي هنا واحد داك الفانيت ديال الزواق وغادي نطلقوا الابداعات ديال الاطفال يلعبوا كيما بغاو. انا طلقتهم هنايا يديروا اللي بغاو. انا كندير الشوكولاط وهما تيزوقوا بهذاك الفاني. تقدروا تزوقوا باللوز تقدروا تزوقوا باش ما بغيتوا ليكم كامل الحريه. وهذا هو ونخليكم مع الباقيه ديال الفيديو. نخليكم معايا ونسوني ونونسكم حتى انا تقاسمت معكم لا جورني ديال اليوم والكاطو اللي درت. صراحه جا زوين الكاطو. واش ما عرفتش حداش لعبوا فيه دراري مزيان ولا جو سي با. اون توكا جا زوين. فوالا.
وهذا هو الجاتو اللي تحامل عليه. الله يلا تحامل عليه كل ده. الصراحة جا زوين جا بنين. عجبهم الحال وعجبني الحال تاع انا. اي فوالا الجاتو دو جوردي. ان فيت سيتي ان سوبرب مومون افيك لي انفون. فرانشمون سيتي توب. Moi, je suis contente, les enfants sont contents. On a partagé un bon moment ensemble. Tlaqt lihom lhurriya lkamel lhurriya bach yabrou kima bghaw fhad lgato. Je zwin, tabiat lhal tahet l'icharaf dialy anaya. Lgato zwin, nhar da zwin, katbna nharkom tant ma ykon zwin. W ngol likom shukran bzaf ala lmotaba'a w ila lliqa tal marhra inshallah. Au revoir.